أحيا عشرات الآلاف من اليمنيين اليوم ذكرى مولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في محافظتي صعدة وصنعاء، وألقى السيد عبد الملك الحوثي كلمة له في ساحة الاحتفال في محافظة صعدة، أكد خلالها على ضرورة توحد الشعوب الإسلامية لمواجهة الأخطار والتحديات بدءا من القضية الفلسطينية ومواجهة المد التكفيري، إضافة إلى اليقظة اتجاه المؤامرات التي تقوم بها بعض القوى العالمية بهدف بث الفتن في جسد الأمة الواحدة. كما دعا القوى السياسية اليمنية للحفاظ على مكتسبات الثورة اليمنية. ندعو كل المكونات والقوى السياسية في البلد للحفاظ على أمني واستقراري ووحدتي ومنعتي وعزتي واستقلال بلدنا من خلال التعاون الصادق والعمل الجاد لإنجاح اتفاق السلم والشراكة والتصدي لكل المحاولات الانقلابية عليه، والحذر من الانجرار وراء المساعي الخارجية لبعض القوى الإقليمية والدولية. نؤكد لشعبنا الحر العزيز على ضرورة اليقظة والانتباه والجهوزية للتصدي لأي محاولات للانقلاب على مكاسب ثورة 21 سبتمبر.